لكل شيء بداية، وسنة الحياة أن يكون له نهاية. إلا الأحلام العظيمة لها بداية ولكنك لا ترى نهايتها، فهي تعمر عمرا أطول منك إذا أعطيتها كلك. كل شخص يذكر لحظة ولادة مولوده الأول، وأنا أذكر لحظة ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة. استدعاني والدي في العام 1968 على عجل من بريطانيا لاجتماع هام، وكلفني بالإعداد والاستعداد لقضاء يوم كامل في الصحراء والتحضير للاجتماع بعيداً عن أعين المتلصصين والمتربصين. كان الاجتماع مع حاكم أبوظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أبي الثاني، ومعلمي وقائدي، والذي كان يحمل منذ يومه الأول في الحكم هم الاتحاد والدولة الواحدة. كان هدف الاجتماع هو اتحاد بين أبوظبي ودبي ودعوة بقية الإمارات للانضمام لتأسيس دولة الإمارات. كان اجتماع الشيخ زايد والشيخ راشد في منطقة عرقوب السديرة بين أبوظبي ودبي تلك اللحظة التي حولت حلم الاتحاد إلى حقيقة. كنت قد سبقت الشيخين بنفسي لاختيار المكان، فنصبت خيمتين، واحدة للشيخين حيث جعلت موقعها مواجهة لنسيم الصحراء العليل، وثانية لنا لنجلس فيها. اتقدت في قلبي نار من الحماسة والإثارة لمثل هذا اليوم الذي سيكتب تاريخا جديدا. عرفت أن الكلام الذي نسمعه منذ سنين طويلة عن تأسيس دولة واحدة سيصبح واقعا حقيقيا بعد هذا اللقاء. وصل الشيخان مع رجالهما ودخلا الخيمة الشمالية منفردين لبدء المناقشات. نعم، في الخيمة الشمالية في 18 من فبراير عام 1968 بدأت دولة الإمارات، حيث اتفق الشيخان على تأسيس اتحاد ثنائي. اتفقا على البنود التالية: علم واحد، نظام صحي واحد، نظام تعليمي واحد، أنظمة إقامة مشتركة. طلب زايد أن يكون راشد رئيساً للاتحاد الجديد، وراشد يبتسم ويحرك سبحته بيده ويقول: أنت الرئيس. وبعد نقاش وشد وجذب حتى وافق زايد أن يكون رئيساً، ومد راشد يده له موافقاً ومباركاً. أذكر ما حدث في الخيمة الشمالية اليوم وقلبي يعتصر على دول عربية أضاعت حياة الآلاف من شعوبها وأهدرت المليارات وخسرت سنوات من مسيرة تنميتها بسبب القتال حول من يحكم ومن يكون الرئيس. تنجح الدول عندما يأتي قادة تكون أحلام شعوبهم أكبر من أحلامهم الشخصية ومطامعهم الذاتية. مع نهاية اللقاء التاريخي تم الإعلان عن الاتحاد بين الإمارتين. كان والدي سعيداً بهذا الإنجاز، إيصال اتحاد الإمارات إلى نقطة لا عودة. قال لي في طريق عودتنا بعد سكوت طويل: محمد، الاتحاد الوليد بحاجة للحماية من الكثير من أعداء الداخل والخارج. محمد، أريدك أن تكون مسؤولاً عن حماية الاتحاد.